الهند وباكستان، لمن الغلبة إذا اندلعت الحرب؟ حروب عدة وقعت بينهما منذ استقلالهما عام 1947 بسبب إقليم كشمير المتنازع عليه. واليوم تتصاعد التوترات مجدداً ويرتفع صوت التهديد والوعيد بين القوتين النوويتين الكبريين في شبه القارة الهندية. فما حجم القوة العسكرية لكل منهما؟ عام 2018 خصصت الهند 58 مليار دولار لدعم جيشها البالغ قوامه 1,400,000 جندي، أما باكستان فقد أنفقت في العام نفسه 11 مليار دولار على جيشها البالغ قوامه 663,000 جندي. تمتلك باكستان ما بين 140,000 و150,000 رأس حربي نووي بالمقارنة مع ما بين 130 و140 لدى الهند. لدى الهند 9 أنواع من الصواريخ البالستية، أشهرها الصاروخ أجني 3 بعيد المدى. أما باكستان فلديها صواريخ بالستية متحركة قصيرة ومتوسطة المدى، لكن يمكن أن تصل إلى أي مكان في الهند، أشهرها صاروخ شاهين. الهند لديها قوات برية قوامها 1,100,000 جندي، تدعمها أكثر من 3,565 دبابة قتالية وآلاف العربات وناقلات الجنود. أما القوات البرية في باكستان فأصغر حجماً، يبلغ قوامها 560,000 جندي، تدعمهم 2,496 دبابة وآلاف المدرعات وناقلات الجنود. يملك سلاح الجو الهندي 814 طائرة حربية، أما باكستان فتمتلك 425 طائرة حربية. تتألف البحرية الهندية من حاملة طائرات واحدة و16 غواصة و14 مدمرة و13 فرقاطة و106 سفن حربية ساحلية، أما باكستان فلديها 9 فرقاطات و8 غواصات و17 سفينة للدوريات والعمليات الساحلية.